يا هلا والله يا بشونكم، شلون صحتكم؟ يوم جديد وفيديو جديد، لا تنسونا من اللايك، اللي ما مشترك بالقناة يشترك يا ولد. وصلونا الفيديو 5000 لايك، همتكم ويانا باللايكات. طبعا قلنا غير شوي نجيب بلابيل، شلون هن يا ولد؟ صلى على محمد وآل محمد، ان شاء الله راح نربيهن اذن راح يبقى وياي. شلون العام؟ منو يتذكر العام من جبنا بلابيل؟ منو يتذكر العام من جبنا بلابيل؟ بس السنة لا، السنة غير. السنة ان شاء الله راح اعتني بيهن واربيهن واكبرهن ويانا نسل، ان شاء الله شوية شوية نكبر بيهن. حلو، اليوم جبتهن قلتهن غير شوية، لازم نجيب لكم فتشي مختلف بالقناة، مو كله حمام حمام. نجيب لنا بلابيل نتونس عليهن، ان شاء الله خي كبرن شوية البلابيل تطيح المينا ونجيب لكم مينا، شوية شوية نتونس بالقناة، نجيب غير اشياء. شو تقولون؟ هاي الرافل طايرة ما تشوفونهن، طايرات توها اهل حطن. هذا الشاملي هم صلوات صاير ما يحط وياهن، ما يحط عتشينكو، كله وياهن. وين الله تطيرن بحدين اصلا ما مطيرن. تعال يلا تعال خلنا نعلف كان، تعال يا ولد العيون البلاب وحطوا لنا لايك. هاي انت روح جبت لي سرنجي وهاي الحركات، جبت لي بروتين. والله ما اقدر اعلفين وانا اصور. هلا اعلفين واكمل وياكم، ما ياكم احلي، بس شوية تصوير تعب ما جاي اقدر. كتبونا بالتعاليق منو العدة بلابيل. شبعان يلا تعال. صدق اسماءهن يا ولد، اسماءهن سموهن انه شو تقولون نسميهن؟ والله ببالي واحد اسميه كويكي، هذا الكبير على اليسرى كويكي، وهذا هذا من يومكم انتم طلعوا له اسم. كتبوا لنا بالتعاليق شو نسمي. شوفون صلوات شحالاتهن، انظاف وعراقيات مو ايرانيات وكلش حلوات. هذا بالسطح من اصعد وياي، برا من اطلع وياي، دعوتهن كلش يالفن علي، نعودهن علي. انا عندنا سربوت ونثيتي فقسن، صلوات على محمد. شوفوهن سنة ما عدن ماي، لازم نترسلهن ماي لان باكر خاف اتاخر ما اصعدهن بالشغل، لازم نترسلهن ماي. هاي كل ساعة باوع للماي، كل ساعة اهم شي الماي، هو هسه بالصيف اهم شي الماي، دير بالكم من الماي يا ولد. هذا نشوفه معدن شوية، كلنا نبدل الماي، انا نبدل نبدل. هذا انهم تشيني بدل ماي، هي هالمرة ما زرقت بيضاتها، خليتها خلي الزق حلو. وهذا هاي تشيني بيضة تشيني، هاي فاسدة، هاي البيضة فاسدة، هاي البيضة فاسدة، شوفوا فاسدة، علامات بيها مخلف وفاسدة. بس هذا المخلف مال من؟ مال هذني لو مال تشينية، لو مال هذن لو مال تشينية، ما اعتقد على اكثرية مال تشينية مال هذني، لان هاي البيضة كبيرة مال تشينية، علامات والله فاسد. يلا خلي بدلين الماي وارجع وياكم. وهذا ابن التيدي، هسه تقولون كامو راح؟ لا هذا اخوه الصغير. حلو هالمرة افطمة على وكيت يلقط حلو ويشرب ماي مبحده، فانفطمه من هسه احسن، لان اخوه اكبر من عده باسبوع فطمته وطار، فهذا راح افطمه من هسه، فمن هسه راح ابدي افطمه هذه. واخوه بعد اصغر من عده يعني بيومين ثلاثه في اربعه وصعد ورا. اذا البلابيل هنا على حطتهم ما طارن،
هم جوعانات، ايش قد ياكلن؟ والله يضوجن وهنا صغار. فهذني اللي بدن يوقفون هنا حلو. هاي بعدني طبعا لسه ما مسوي، ادري بكم اسيب التعاليق تاكلون راسي، بس والله ما فارق. هذني بدن اهم شيء بدن يوقفون هنا، فايش راح اسوي؟ هسه راح اعلفهن وهنا فوق احسن. وهذا ابن تيدي، والله ما ادري يا اخي، اخوه اكبر منه باسبوع فطمته وطير. هسه هذه اشوف انا بعده صغير، شو تقولون يا ولد؟ والله يدوخن هنا التيدي، والله يدوخن، ما ادري يمكن راح افطمه بحده بهذا القفص، افطمه بهذا القفص وحده بهذا القفص، وشني بس بالليل اخليه العصر والصبح اطلعه، وبالليل اخليه هنا بهذا القفص. شو تقولون؟ هاي خوش فكره، يعني وقت العلف مالي بحده هناك، والماي مالي هنا اخليه، وش اسمه قلنا بالصبحيه والعصر ينطلعه بالسطح. ما ادري، كتبوا لي بالتعاليق شو تقولون. سن نعلفهن، شوفوا ياكل وياهن لو لا. ما كله بس اشوف انه ارتاح للوضع، يعني بدا ينسل. وهاي ما ادري هو شبعان، انا شفت كضيت تو من صاعه تحنسته، يعني ما اكل وشبعان تتنشيني ما طلعن لاني ما ينزل شيء شبعانات. يلا طلعن 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 طلعن. وين وين راح؟ ها هذا بعده مستغرب شي، اول مرة يصعد. يلا كافي عليهن هيجي، خل ازيح اصوبهم بلكت ياكل، ولو مستغرب ما اعتقد ياكل وشبعان اصلا. يلا روح 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 صوبهم، روح روح. شغلته صعبة هذا التيدي، الدوخ الدوخ شغلتي ما تفهمه شني. والله اخو اكبر منه باسبوع فطمته طير، سيت اشوف انه صغير. يا ربوي نعرف ذن التور هواي جاي، كتبوا لي بالتعاليق طبعا عذروني، حيل عذروني، لان تدرون القفص ما مسوي. ان شاء الله ان شاء الله راح اسوي هالكم يوم، يا هالكم يوم باكر باكر 100%، بس ادقنه واسوي. مالك انت متاني شو اسمه الولد يجيب لي الدرين اللي شدن بيه، حلو، بس الولد ما فارغ يجيب لي الدرين، فايش راح اضطر اسوي بسامير بشاكوش ادقنه، بس انا ما ادقنه بشاكوش، ما اريد ادقنه بشاكوش. لو بعدني ما منزلهن، نزلت هذا الزوج الصخري ونثيته، حلو الاحمر، وبقن هذني ان شاء الله اليوم انزلهن. يلا اكلن. اما وايد من المتابعين قالوا لا تنزلين يا ولد، مو يظلن هنا عادن بزرهم صعب مخاليف احسن. هو انا همنيتي شويه مثل ما يقولون، بس هالتبزار هذا مثل التو الاراف اللي نسويهن 20-25 واقطع، الزواج اللي اسويه 15 واقطع، التور راح اسوي التيادي بحيل الله قوته 10-15-11 هيجي بهالحوالي، هاي واقطع يعني. بس هاي الصيفيه راح ابزر انه ماكو تبزار، بعد تبزار كله راح اقطعه. تقول الامايات وين توديهن؟ مثلا نقطع التبزار الامايات وين نوديهن؟ الله كريم منا للشتي، والله كريم، بس ما طير الامايات وين مخاليف. اشوف لو ابي الحين لو اشوف شلون ترهم، بس هي 100% راح ابيعهن، يعني مو 100% 90% 80% ابيع. خليهم بس مخاليف السطح احسن، يعني مثلا مثل ما يقولون الارافل نخليهم بس مخاليف، حلو نطير هن التور بس مخاليف ونطير بيهن، الزواجل بس مخاليف ونطير بيهن، اللوت بس مخاليف ونطير بيهن، نثبت انه وما كثر ما كثر، الكثرة ما هي حلوة، يعني مو اما اقول لكم الارافل اسويهن 40 وهاي، لا غيرت رأيي، انا اقول لكم سوين بالزايد بالزايد، اذا كلش 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 طخت عنده سوين 25
ما كثر كثره بلاي فايده يا ولد، قليلات متونس عليهن ومطيارن حلو احسن. نعلف الخانات يلا، بس الجواهن زغ جاي يعلفن باليوم وجبتين الى رافل حلو باليوم وجبتين وكثر الهن باذن الى رافل. وهسه اذن هم صار جواهن زغ هم يومين ثلاثة خلي يكبر مخلفهن، وهم ابدا اذبلهن يعني شوي نذبلهن هواي نعرفهم باليوم وجبتين مخلف واحد حرامات. شو شلون ثلاث ساعات قاطع لي شوف شو. الله يساعده يعني شو. يلا تعال نكلم ان شاء الله ان شاء الله بحيل الله وقوتي باكر اسول سقيفي بحيل الله وقوتي. لان الرمانيات هميجن اي ظل ياكل صلوات يا ولدي مثل ما قلت لكم خليه ناب بحده ها شوف الرمانيات جاي ياكلن عادي ياكلن وياهن يجن ياكلن ويرحن وياهن مثل ما قلت لكم خليه هنا حلو ومن شو اسمه الصبح والعصر نطلعه اي مثل ما قلت لكم اسوي لك الصلوات وياهن على مو شنو يفطم على السطح ما اريده يطير وافطم منه فيفطم على السطح احسن. شلون اخو يعني طير وفطمته قلت انا قلت ما وين يطير نوب لا وين مسلم لي يا ولد فطمت ابن تيادي هالمره على وقت هسه تقولون مو راح لا هذا اخو الاصغر مني فطمته هالمره على وقت بالسطح بس هو شغلته تحير التيدي تقولون شلون شغلته تحير يا اخي اخوه اصغر من اكبر من عده باربع ايام بخمسه فطمته طير شو هذا بعد صغير هون ما ادري هو شو هسه ظل يلقط وياهن بس هو شرعان امهاته زاقاته زين ظل يلقط وياهن راح اخليه بالسطح ويا الطيور ما اريده يروح مثل اخوه ذاك يا ولد وهذا كويكي واخوه ايش راح اسوي طبعا جبت الشاكوشه خلينا نبدا نشتغل بالقفص هذا كويكو اخوه خلين هنا ينسلين لعبين جبت الشاكوش راح اسوي القفص طبعا ما راح اسوي بدرين لان درين قلت لكم قلت لصاحبي عنده شغل وما يقدر يجيبه فراح اشتغله فليش يضل هيك فخل اشتغله شو اسمه بسامير بس المهم اكمله ليش تضل هيك يلا حنكمله ايضا شيء ادقن هاي الصفحه راح ادقنها حلو هي وين الخشبه هاي ندق هاي الصفحة ونوي شيلها صعده فوق ودقينها كملته وبرشت الارافل وبرشت الزواجب بس هذا وينه شوفوا هذاك الاشعل ابن التشينية والله طير اي ولدي هذا شوفوا مشتهي طير خايف يطير شو اسوي له التور صار لنا هواي ما مطلعينهم دوم دوم صار لي هواي ما مطلعهم تعال وراح احط لهن حله طبعا بالمناسبه راح ارجع الحله لهن ليش لان عندنا زواجل مبيضات وايد ازرقهن وعندي ارافل مبيضات وايد ازرق وما عندي شيء ازرق جواهن فليش عاد التور ليش اعطهن بس علف ازرق جواهن احط له حل هاي مطوردات لان مطوردات عندي ذاك الزوج مطورد فخليه لهن حله وخليهن بيضن بس خلي ابا للبلابل وينهن عفتن هنا بالسطح قمزه منا ومنا وين راح عن هذا واحد وين ثاني هذا نعرفهم هيف هنا عرفت ان بالسطح يطير منا وحطا منا احسن شوفون جاي لعبه نطير منا وحطا منا فمثل ما قلت لكم راح اخلي حله راح اخلي حله للارافل للتور هذا بعد هسه يطير ابن تشيني حط مشتهي يطير اليوم عيف ويطير فندبلن علف خطيه جوعانات حط يلا تعال تعشى ويان هذا بعد عشى تعب خطيه شنسوي النوب نرجع لهن الحلة
شوف نزل يم اخوه. تعال 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 جاي جوحن حلو واخليهن يجلي احسن. شكو واحد اريد اعود على الدبل اب واللي اريد اعودهن يجوحن كلش وخليهن يجلي. تعال اذا ما يجلي ما اوكلهن، خليهن كلش جوعان على مود هن يجلي على مود يتعودن علي. يلا خل رجع لهن الحله. كملت لهن الحلات، خليتن لهن حلو خمس حلات، خليتن كل الزايدات اصلا خمس حلات، خي بيضا خمس زواج كل كل الزين. هاي حلتين هنا وحلتين منا وهاي حله منا، خي بيضا خمس زواج كل الزين. ها شنو عندي اياها والله الزوج، عندي هاي وحده هذه وهاي، هذا النثيماتي هذا الزوج، هذا النزوج اثنين، هذا النزوج ثلاثة، هذاك زوج أربعة، أربعة زواج عندي أصلاً مو خمسة هم، لا لا هذا زوج خمسة، هذا النطارة هنا خمس زواج على قدهن، بس هذن هنا متعودات لامات جوا. بس يلا من كضن حلها هسه راح أحبسن أنا، شنو يومي ثلاثة نحبسن على مو شنو كضن إحلال ونبى أبدأ أطلع بيهن. لا شوف بنتيني وياهن. انا حبسني ثلاثة ايام اربعة على مود كضن احلال والنوب اطلعهن. شوف هذا اللي متعودات جوا، مو كان الاقفاص نفلشوا، هاي من فلشنا الاقفاص سوينا عمل جديد لزوجا ولما جوا فتعود ان جوا ايش راحت هي. شوفوا شوفن الحلات، انا بس شوفن الحلات يروح نشوف راح، هاي القر لها راح الطب اللي زمان حل راح اذبلهن خوص على موشيني زوجين بساع. هنا خمس زواج زوجات هسا عندي، بس شنو عندي غير الخمس زواج؟ فحل زايد فحل زايد فحل زايد، اي نثايا هنا خمسة وخمسة كلهم زوجات، والبقية ثلاثة بحلة زايدات. اي بيضا ذن استفاد من عندي اني اوقف انتاج، احس اشوف هسا ذن الزوج الارافل هذني المعتمد عليه هنا بزر من هنا نثينا مع البيض وهذا الفحل، وهسه هذا الزوج البسود راح بيضا، بس هذا ما معتمد عليهن. وعندي زوج رافل جوا هم بيضات، هم اذا زرق بيضاتن هم متاخر عليهن وقت بعد، اذا حتى يفقسن نزرقن يفقسن يطلع مخاليف الامهات كتلنهن، لان يوم ما باقي لهن شيء يفقسن، فاريد استعجل. هسه شنو عندي الرافل بصفر جوا بيضات، تاخرت بالتزريق مالتهن، وهسه هذا النهم صار يمكن اسبوع من بيضا هم اذا زرقن. عندي الزواجل التشينية هذا جواهم مخلف، التشينية هم يتزرق بيضاتها، هذا يتزرق بيضاتهن. الزواجل عندي طيور هواي المنتجة مالات التياد الجو هم هم راح يفقسن بيضاتهن، هم ما لحق بعد ازرقهن، بس ازرقهن هسه بس بيضان زوج اشيلن بيضات هذا الزوج وازرق التيادي، اهم شيء هد التيادي، وبيضان زوج الثاني ازرق البصفر، اهم شيء البصفر، الزواجل لاحقين عليهن. بس اهم شيء نستفاد من التور، حطينا لهن حله خي بيضا والنوب على راحتنا نبدا نزرق بيهن. وما ننسى هم عندنا زوج اللوت، حلو عندنا زوج اللوت هذا هم هسه بيضا من جديد ومخلفين كبر حتى ريش، هسه يومين ثلاثة هم يطوردن وردن بيضا من جديد، بس راح انزلهن جوا بخانة احسن. بس المشكلة هذا هم فحل، هذا هم فحل، لو نثية كان زوجت هسه ذبيت على التار فحل الزوج، بس المشكلة هم فحل، شلون عنده أربعة في حلة زايدة أربعة، ما أدري والله ما أدري، أجيب أنثاية وأذبهن ويا التور وأخليهن زوجين، ما أدري نشوف شلون راح تصير شلون راح ترهم، ما أدري. ما شاء الله كلها جاي تزوج وكلها جاي تسوي لمسة يد وجاي طيرة منا ولعبة منا، فما صدق من طلعتهن حلو، فالطيور كلها جاي تسوي لمسة يد وجاي طبون ياخذن خوص ويدبن بالحلات زين طبون للحلات متعودات، مو تقولون غربة يعني على قفاصة لمن ياخذن شمرة على القفص والنوب يبدن لمن، لا هن متعودات على قفاصة متعودات على الحلات. فمثل ما قلت لكم اللوت راح انزله جوا وما ادري على الفيديو الجاي نشوف شلون راح ترهم السالفة وياهن. فلهنا وصلنا وياكم يا ولد لنهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك، اللي ما مشترك بالقناة يشترك، نشوفكم فيديو ثاني وجود باي.